8 و9 دقائق على اي اف ام احلى راديو العبيله تجيكم انت حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا على شان اي اف ام تي في على اليوتيوب. مع اتصال لتونس معنا حد يروح متغشش، شعار دينا بيه، شعار ان شاء الله باش نواصلوا بيه طيلة الموسم. حلقة اليوم 14 سبتمبر 2022، حلقة ان بو سبيسيال، قاعدين تقولوا الناس اللي تفرش فينا شبيه لابس اليوم وليد ايكيب ناسيونال تونس كاور شنو الحكاية هون تفوت ليه باش خلي لكم سوربريز. لكن اليوم نحب نقول لكم اللي فما حلقة سبيسيال اليوم، اتصال تونس اختارت انها تفرح زوز توانسة، تفرحهم عن طريق المنبر هذا، منبر العبيلة اللي طيلة الزوز مواسم ربحنا برشة توانسة، فرحنا برشة عائلات، 600 دينار كراها ب 50 مليون الحمد لله. معناها قدرنا بفضل اتصال تونس ان ندخلوا ديار توانسة وندخلوا قليل. اليوم عندي برشة ضيوف في البلاتو، ولكن قبل ما نمشي للضيوف نتاعي نحب نرحب بطبيعة الحال بالجميلات والانيخات والعظيمات مريم زاقة. عظيمة مريومة، عظيمة صباح، شو عملت مريومة؟ محليك في درب وتونس ها؟ اي كشعار بعدولي خويا على الشعار، اي شعار تونس حنا قديما نتفرش فيه. شنو حوالك في المريول الاحمر؟ ما نجم نكون كان فخوره وفرحانه، فرحان زاده برشا اللي معايا اليوم. بوثينا حربي، عاصمه بوثينا، عاصمه وليد، شنو حوالك؟ الحمد لله صحه بخير، تبيان في فورما، تبيان الحمد لله. مانيش نقول لك حاضر المباراه اليوم، باش نقول لك حاضره خاطر باش نفرحوا زوز توانس ان شاء الله. اليوم وظيفتكم ها شوية تعاونوني شوية في الانيماسيون، هكاولي عنا ضيوف بحر زعما والله العظيم مشايحين لي ريخي أكثر من المعاونة. أنا عندي زود ضيوف بحذية اليوم، مرحبا بيهم. أنا الضيفان متاعي ديما فوق راسي، فوق راسي من فوق كما نقول، راسنا الكل. حاب نرحب بالصديق العظيم متاعي اللي كل ما يجيني نحس اللي الحلقه هذيك سبيسيال، تعرف عليه؟ اي قرعه وفلوس ونبدا نوتل والدنيا الجو الفلوس جيت، تعرف الفلوس هاو جايين الفلوس جيت. فرحان برشا اللي معايا اليوم سي رمزي عيادي ممثل اتصال تونس. عزيزي مرحبا سي وليد، شو حوالي؟ ديما نقول لك قبل مرحبا بضيف الكل، مرحبا مريم، مرحبا بوتينا. دونك حبيت نقول لك ديما وين جيت قبل نقول لك مع رمزي وليد خير يزيد. صحيح، ديما وين نجيك فما جديد. فما جديد. دونك اليوم جديد ان شاء الله. ان شاء الله. تحضر معنا الاستاذه. صحيح، تو سلموا عليها الاستاذه اسلام بن اي بن ستهم، قالت لك اي مش بن سيدهم، عايش خويا بن ستهم. بن ستهم. استاذه شنو الاحوال؟ اقرب لي لك الميكرو استاذه يزيني، ما تقول لي لا تراك، لا اول مره لايف، اول مره لايف. اه فما شويه فجعه صدقني طاطا. تحب نحكي لك حكايه؟ انا اول نهار قالوا لي باش تخش تعمل انيماسيون، قلت ان شاء الله يصير زلزال. قرروا. اه استاذه احكي لي القرعه كيف باش تكون؟ اقرب لي شويه الميكرو استاذه، عايشك شفافيه باش نقوموا بعمليه قرعه الكترونيه عبر الحاسوب. داكار، من خلالها تحديد 10 ارقام. اوكي، 10 ارقام هذوك باش نحدوا الفائز هو الاولاني او الرقم هو واش يكون الفائز. نتصلوا به 3 مرات. داكار، في صوره ما تحصلنا عليه هو واش يكون الفائز، في صوره ما تحصلناش عليه نمر للرقم الموالي. باهي، انا خنفسروا اليوم اللعبه شنية، خاطر اللعبه ماهيش العب يلا اليوم باش فما مشتركين على الباج اتصال تونس. هكا ولا سي رمزي كان غادي تصلحني. اللعبه هي هاو جايين، هاو جايين، هاو جايين، هاو جايين. دونك ترجعنا معناتها نرجعوا بذكرى ل الاغنيه يا روسيا جايين 2018. ان شاء الله ان شاء الله نربحوا كل عاده، وقت عندنا عاده الغايه نتاعنا هي نفرقوا الحرفاء نتاعنا، نفرقوا الجماهير الرياضيه نتاعنا، عشاق المستديره اللي دونك نحاولوا نربحوهم رحله الاحلام. ايوه رحله، والله رحله الاحلام، حضور العرس الكروي ان شاء الله، معناتها اي معناتها ايامات قليله تفصلنا عنه في قطر. دونك اتصالات تونس كالعاده كانت سباقه، دونك المره هذه التوانسه ينجموا يشاركوا ونجموا يربحوا ان فواياج مع نسور قرطاج لقطر. دونك يكفي انهم يكومبوزيو 4-4-2 4-4-4-2. دونك يدخلوا للسيت هاو جايين بوان تي ان هكا ولا دونك سيت يدخلوا له يدخل يجيهم ديريكتومون كاد كاد اتوال انديز يجي ان لين معناها كيما شويه كيما العبيله لو ميم سيستيم. دونك اتوال 4 4 2 1 هكا ولا ديز، دونك اتوال 4 4 2 اتوال 1 ديز هكا ولا دونك يجيك كالعاده السيت اللي هو هاو جايين بوان تي ان. تدخل
تشارك تلقى أسئلة على تاريخ مشاركة المنتخب التونسي في مختلف المحافل أسئلة رياضية ثقافية ثقافية تهم المنتخب وتهم البطولات العالمية وأهم النجوم اللي خلدوا بأحرف من ذهب تاريخ الكرة التونسية. تريبيا به نبداو عملية القرعة ولا دونك حبيت نقول لك اللي كل نحن 4 4 2 خاطر عندنا دو غانيون باغ حلوة 4 4 2 عجبتني والله عجبتني 4 4 2 مع بعض تحسها ما تحسها تكتيكة تيليكومية صحيحة حاجة مش راكب على بعض 4 4 2 مرة واحدة كل شيء نخمو فيه دونك عندنا دو غانيون باغ سومان باش يحضر مش واتش بركة باش يحضروا دو ماتش نتاع ليكيب زوز ماتشوات زوز ماتشوات مش واحد بركة دونك فما مجموعة أولى تتكون من 6 فائزين اللي باش معناتها باش يربحوا ان فواياج زاد في اي بي مش أي فواياج راهو في الفواياج مع التليكوم تنجم تكون كان في اي بي مش 8 ولا 7 15000 دينار دونك إقامة معناتها في نزل فاخر خمسة نجوم تنقل من 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 النزل إلى الملعب تذاكر الدخول إلى المباريات فول معناها وشيء أمورهم يا خويا يا خويا شنو هذا غير ما يخمم بربي التليفون خان كومبوزي أنا خان شارك ما عليكم كان كومبوزيو أربعة نجمة 4-4-2-1 دياز باش تدخل في القرعة خاطر إجابة واحدة تنجم ربحك رحلة الحلم لحضور خويا تحب الحقيقة الكروي العالمي رحلة العمر رحلة العمر هذه برجولية رحلة العمر كما تعرف صحيح ولا البنات تتمنوا فيها نغزل عينيكم قلوب قلوب أما الكود قديش إتوال 4-4-2 نجمة واحد دياز نجمة واحد دياز تدخل مباشرة نجاوب على الأسئلة وتدخل في القرعة الأسبوعية باش تربح رحلة عالمية من أصواتكم البنات نحب نعاود نسمع الكود معناها من أصواتكم أنتوما معناها يوصل خير نجمة 4-4-2 نجمة واحد دياز يا عيني عليك نعاودها هنا إتوال 4-4-2 إتوال 1 دياز أنت متاع ممرنين 4-4-2 صح عليك عامل كيما تحب به تحب نبداو القرعة ما قبل ما نبداو القرعة معناها يوريك اتصال تونس خمت في كل شيء يعني حتى الترانسفير من الوتيل هكا للملعب للفول فول ما حيجيب كان باسبور اوكي خويا اسمع كل ما نقول اتصالات تونس تجيني كالذكريات انا نتاع التليفون تتذكروا تليفون الفيكس ها ذيك تليفون الفيكس علمنا الذكاء والله علمنا الخبط والذكاء تليفون فيكس هذاك والله رمز معناها كنا قبل يسكروا بالصندوق والكادنات تتذكر يا حسن دونك ذكريات ديما تخمم في العائله التونسيه فوالا دونك فواياج كامل ها اللي غايتنا ديما تو تعرف قداش عندنا من مسابقه في قداش رمزي عادي مش مسابقه مش اثنين مش ثلاثه من اربعه عندنا 17 مسابقه اون باراليل اتصالات تونس يا عيني 17 مسابقه القيمه الجمليه للجوائز اي تناهز 1,800,000 دينار يا خويا اسمع عدد الفائزين يتجاوز 800 فائز هي منكم وإليكم ما تحكيوش على 1,200,000 دونك يا سي رمزي هي منكم وإليكم الغاية دونك هي أن نفرحوا الحرفاء نتاعنا في بالك عندنا ضيفة سي رمزي توا التحقت ودخلت تتسكبن هكا تحت حس مس باش نخليكم الفوضى هاك شوف الفوضى ريت خويا الفوضى تهيا فما هاو جايين وفما يا أميمة مروحين لا فما هاي جيت انا سمعت فيراج تونيزي يا تونيزي الفوضى جيت سي رمزي دوك نتحملوا مسؤولية اختياراتنا صحيح انا نشجع من وكهو يا أميمة أستاذة الأستاذة إسلام عادل منفذ نتشرفوا وسي رمزي اتصالات تونس نتشرفوا سي رمزي معناها الهداء زعما نقعد عاقله اعمل روحك عاق هو ما نجمش لازمهم يعرفوا حقيقتي يا اخي والله يعرفوا اليوم نقعد عاقله ومن غدوه يسمعوني ايش باش يقولوا علينا والله عندك حق هي سي رمزي نعم ننطلقوا في القرعه بما ان العظيمه جيت سيد دونك هذه اول عمليه سحب اي هاو جايين اللي تهم مسابقة هاو جايين اللي هي كانت انطلقت من 31 أوت وتمتد إلى غاية 28 نوفمبر داكور دونك نعاود نذكر أميمة خلت بينا المسابقة تتمها في سلة تونس معناتها تمكن حرفاء في سلة تونس من الفوز ب 12 رحلة مع نصور قرطاج إلى قطر فماشي رحيلة فيهم لي رحيلة عايشكم يا اتصالات تونس أبشر
عندي عام واش انا معاكم يا تسال التونس بيسي تسال التونس امي وليد قول صباح خير يا تسال التونس فما ماشي العين دراهم فهمت واش ناخذ لك اللومجه نتاعك ونعبي لك هكا الترموس نمشي المهم نمشي عين دراهم ماكسيموم عين دراهم انا وياك احنا الربح فقط احنا وظيفتنا الربح فقط عريت عيش اللحظه يا اميمه بن اما بالحق صح عليهم 12 رحله دونك في الكوب دو مون VIP بالترانسفير اي كومون مش رحله قيمه الرحله رمزي برب الميكرو قيمه الرحله 15000 دينار معناها مش معناها رحله فريمون مش اللي يجي ماتشوات وبالترانسفير بالترانسفير ما تضيعش معناها دونك ليكيب الستة الاولى قلت باش يحضروا مقابله الدنمارك واستراليا والجروب الثاني في ستة اخرين باش يحضروا مقابله استراليا وفرنسا ان شاء الله وجوههم مبروكه ان شاء الله ان شاء الله ديما على الاخر وان شاء الله او جايين ومنتصرين ما ننسى نشكر الجامعه التونسيه لكره القدم لانه هذه المسابقه هي منظمه بالشراكه مع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي نشكروها على الثقه نتاعها ومع كذلك نوتر بارتنير تكنولوجيك اللي هو اكليكتيك تحيه الأصدقاء العظماء بروفيسيونيل دونك يعطي بالاحسن اصدقاء اي ودونك تحيه ناكلوا تريحه اليوم مسلم انا ما كنتش نسمع سي رمزي كيفاش يشاركوا في المسابقه هذه يعني نجمه 4-4-2-1 دياز 4-4-2 سهلة انا نعرفها الكاتكادو والله العظيم لا تعرف الكل يعرفوها ليه نعرف يعني هوند ولا فوت هاي كاتكادو شنو في الفوت العب له كاتكادو العب له ثمانية هوند ستة كاو ليه خاطرك هاك تعرفها العب له كاتكادو ليه يعني مش نعرف كيف هوند فما 3-3 فما 5 فما 3-3 فما 5 في الهوند انا جو سوي ان انسيان اكس هوند باليرا عملت 8 سنين هوند فهمت كان شوف انا نفهم في الكوره كان ساعات تسمعني راني ما شاء الله والله ماذا بيا تاخو والله ماذا بيا تاخو شويه من الهدام تاع الاستاذ معناها الاستاذ عطات جملتين قاعده تركش على روحها فهمت ما حلاش كان منها كان تاخذ لي شويه من الهدام بعد معروفه فوضى يا خويا فوضى الحمد لله نعومي تحيه نعيمه الجاني صديقتي العزيزه خويا وكلتنا القديره عندها مقرونه هنا يا رمز عندها سيف حكينا عن بكرة توا جيع وليد والله خلينا نعملوا فصل على مقرونة نعيمة مرة استدعتني نعيمة للدار وعملت لنا مقرونة أنا والعظيمة وميمة ومجموعة من الأصدقاء هو ديجا القصعة أنا والعظيمة وميمة كملوا في دخيل أنا وياك قالت لي روح شعملك مقرونة بفريد مير ما عادي ما هي مقرونة فريد مير خويا قسما بالله نقى أكواريو المقرونة اللوجة على المقرونة يا نعيمة يا اخي لميت كروفات المارشي الكل ونعيمة تلمون طيبة حرم بدون بكي وما ناكل اما تاكل تبدا الدموع هابطة خويك شبيك تبكي ما تنجمش تتكلم خاطر فما حتى وظيفة تخدم خليها الكل مبنجة بالحرام بالحرورية كل شيء مبنج تبدا تبكي تنوح تبكي وتاكل نعيمة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل سي رمزي ننطلقوا في القرعة خلينا نكتشفوا شكون سعيد الحظ اللي باش يفوز برحلة العمر رحلة العمر القطر هكا ولا فول بورد معناها في اي بي توب في اي بي بترانسفير وبدني توب عالمو مدلل ماشي مدلل ويروح ان شاء الله ربحين ان شاء الله ما روحوش نروح فرحان نمشي فرحان ان شاء الله خويا نكملوا نتعداو الدور الثاني المنتخب الوطني فرحنا ان شاء الله يلا استاذ دونك خلينا نسمع صوت الاستاذ سي رمزي يا استاذ اقرب لي لك الميكرو بربي انا راه ما يجيني البلاتو ذا راه لازم ديما ساعه يضحك في حاش من منكم احنا مستنيين نزغرتوا ونغنيوا ونخليو ما نعملوا سورتو تزغريتو مايما شفتوا الزغري اختي زغرتنا انا نزغرت الحق هاو نقول لك توا بك مش يربحوا واني قلت الحقيقه سي رمزي مش نهار اخر ما يقولش بها زغرتي توا في بالك الحمد لله رب العالمين مش شرفتنا سي بلحسن حاجه اقوى مني خويا شوشره شوشره اي اي معناها خويا خلينا ننطلقوا في القرعه دونك كما قلت لك بعد اذنك استاذه اللعبه كانت انطلقت من هذا 31 اوت دونك تنتهي تمتد لغايه 28 نوفمبر دونك نحن باش نعملوا تيراج نتاع أول صح اللي هو يهم الفترة الممتدة من 31 أوت إلى غاية 11 سبتمبر من 31 أوت إلى غاية 11 سبتمبر دونك للناس اللي تسمع فينا اللي شاركوا فيها وجايين ركزوا خويا مع الديجيتال ولا حتى في الكراهبكم ولا في الراديواتكم بعد شوية باش نعملوا تيراج باش يخرج اسم باش يخرج رقم هكا ولا ايه رقم باش تخرج قائمة فيها 10 أرقام باش نختاروا الرقم الأول هو صاحب الحظ السعيد في صورة ما عملنا طلبناه ثلاثة مرات ما تحصلناش عليه نمر للرقم اللي بعد يلا نجبدوا ال10 أرقام هذه دونك الانترفاس قدامكم الانترفاس دو تيراج معناتها
البلاتفورم تاع السحب. عمليه السحب قاعده تتم قدام الانترناسيونال، دونك باش نعملوا تيراج عمليه القرعه، دونك نحدوا اللي هي باشراف الاستاذه كما قاعدين تشوفوا في بكامل الشفافيه. دونك الاستاذه قاعده تشرف على عمليه السحب، باش يخرجوا 10 ارقام، 10 ارقام هذوما باش يكون فيهم سعيد الحظ اللي باش نطلبوه لازمنا نتحصلوا عليه في 3 مرات. معناها للناس اللي شاركت فيها وجايين، ماذا بكم تخليوا تليفوناتكم بحذاكم، بعد شويه باش تتم عمليه سحب رحلة العمر القطر، رحلة العمر. دونك خليوا تليفوناتكم بحذاكم. سي رمزي دونك سحبنا القائمة الأولى. داكور. دونك أول حاجة لازمنا نتأكدوا منها معناتها مع ليكيب نتاع اتصالات تونس من الهوية نتاع مالك الخط. أوكي. ثم نقوم بالاتصال بالرقم الأول اللي هو لنمغو غانيون. في انتظار أن تتم عملية التثبت من الأرقام مع مصلحة حرفاء اتصال تونس، نثبتوا من الأرقام والهوية متاع كل خط المالك متاعه. حبيت نذكر اللي المشارك يزم يكون هو مالك الخط البروبريتير دو لا ليني تيليفونيك. اذا كان خاطر ساعات تبدا معناتها نلقاو شخص مش هو مول الخط ما نجموش نسلموا الجائزه، خاطر ساعات يبداو معناتها صحاب ولا فهمتني. دونك بوغ ايفيتي تو جونغ دو بروبليم، دونك سا سيغا معناتها ايديال ايديال انه يكون هو اللي يلعب هو مالك مول الخط، هو مول الخط الهاتفي. دونك الناس اللي شاركت معنا في هاوجين واتصالات تونس، خليوا تليفوناتكم بحذاكم باش تتم عمليه تثبت الارقام مع اتصالات تونس باشراف الاستاذه اسلام بن ستهم. دونك كيما شفتوا عمليه القرعه تمت بكامل الشفافيه باشراف العظيمه زاد اللي قاعده تتبع فيه كمعناها مشرفه عامه وميمه بن حفصيه، معناها ركزت التكيه مع الاستاذه مش تفهم في خدمتها. انت تو المره حسيتك ركزت معها انت تو ها قريه دروا ميرسي استاذ وليد حتى والله كيف فيها يا والله حاسني والله حاسك قريه الكف يا راه ترتيعه صغيره مع البوب. بعد شويه باش نعرفوا شكون سعيد الحظ اللي باش يمشي رحله العمر القطر، سعيد الحظ الاول، خاطر بعد شويه عندنا زاده سعيد الحظ الثاني. يلا ترتيعه صغيره مع البوب راجعين. ثمانية 31 دقيقة على يفهم أحلى راديو، مازلنا مواصلين معاكم في حلقة استثنائية اليوم باش نحكيو على هاوجين، اللعبة اللي حطتها اتصالات تونس على ذمتكم، اللعبة الثقافية الرياضية اللي تسلط الضوء على سجل مشاركات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مختلف التظاهرات الرياضية القارية ولا حتى العالمية. دونك اليوم مع اتصالات تونس تنجم تربح رحلة العمر القطر. عملنا التراج الأول قبل الفاصل، السحب الأول في 10 أرقام، اخترنا الرقم الأولاني زاد عملنا سحب آخر. دونك الرقم الأولاني اخترناه باش نتصلوا به 3 مرات. درة في الإعداد. دونك تحصلنا عليه ديريكت معلم، هذا تليفونه بجنبه. إينوقس هو وزهرو ذي التليفون ذي باش يكون له تليفون العمر اخي بابيلو نابسونس. كان لوش على البال هذا هو حاجتي يا بابيلو نابسونس يا ابل رسو يا اخوي عاود له يا درة. لا درة نطلب منك تعاود تتصل به مرة ثانية ومرة ثالثة استاذ هكا ولا دونك لازم نتصلوا به 3 مرات. اتصلنا به 3 مرات، هذه ثالثة صار اللي نقصت لايف به. اوكي دونك اتصلنا به ما عندوش زر صديقنا سي رمزي. نمشيو للرقم الثاني في القائمة. اي الرقم الثاني في القائمة. القائمة جوست لحظات باش نتاكدوا من الهوية نتاعو ونتصلوا به. دونك الرقم الاول ظهر لي البنات اخي بابيلو نابسونس جي ها. مريض كيفاش مرة صارت لنا في الكهرباء، صارت لنا في يلعب يلا في الكهرباء. في بالك في الكهرباء شنو صار؟ عندنا جارتنا شاركت سي رمزي هذه معلومة ما نسيت ما قلتهالكش وربحت الكهرباء وطلبناها استنى عاد وما جاوبتش ولقات هي فين شاركت طلبتني صحيح قالت لي وليدي يا فهم طلبوني قلت لها بحق بالحق لا والله انا ماذا بيا ما نجاوبكش علاش طلبوك
خاطر انا معناها اخي بابي رونا بصوجك في حياتي ما نجم خير ما قلتليش خير قلت لها ظهر لي اخي بابي رونا بصوجي نجم يكون جاك في حياتك هكا ولا دونك صديقنا زاد كيف كيف ما تحصلناش عليك سواء صديقنا ولا صديقتنا سي رمزي النومرو الموالي زاد كيف كيف نتاكدوا من الهوية متاعو كما قلنا رحلة العمر القطر من ترانسفير للوتيل للبي دافيون للزوز ماتشويت كل شيء معناها كل شيء في اي بي توب في اي بي شيخ لا مريم وي احساسك تحبش تمشي الماتش ما تحبش تمشي حاجة والله انا ماذا بيا كاني نشارك معاهم الجميع نعرف اللي ما نجمش اما ماذا بيا كان نشارك الحقيقة معناتها والله تنجم تشارك هاك عندك الابليكاسيون كيفاش قلنا احنا زعما باش تظهر لي توا ونربح باغمي ايتوال 442442 سهلة ايتوال 1 دياس تدخل جيك جيك الابليكاسيون اما كي نربحو يقول لك هما ربحوهم لا الاستاذه موجوده الرحمه الاستاذه حتى تضحك بالحساب لا احنا ماذا بينا نربحو العباد والبليزير نتاعنا انهم هما يربحوا وان شاء الله ديما ربحين معنا ومعايا في مع تيليكوم تحيه لزوجك زاد الاستاذ هاك ولا هاي سي حمدي هاك احمد العرفاوي تحيه كبيره ليه سي احمد دونك الاستاذه ما تفدلكش ما شاء الله عليها بينا ستريك ديجا ملي دخلت برك الله الشفافيه سيريو ابسولو احنا الشفافيه مدام لهنا ما تفدلك ما فدلك دونك المتباري الاولاني ما تحصلنيش عليه والثاني ما عندوش زهر الثاني هنا انا قاعدين نحاولوا نتحصلوا عليه در عياد ما نعرفش كان عندنا الخط مفتوح مع المتباري الثاني سيد المخرج عاطف تعطيني الخط ما نطلبوا فيه الثاني ولا قاعدين نطلبوا فيه ولا مازال سي رمزي تثبتنا من الهويه نتاع الثاني انكور قاعدين نثبتوا مع الكيف نتاع اتصالات تونس مع اتصالات تونس قاعدين نثبتوا في الهويه نتاع المتباري الثاني هذاك هو لا هو باش تكون فما شفافيه يلزم كل شيء يتم تاكدوا من الهويه صحيح لازم كل شيء يتم قدام السادة المستمعين والمشاهدين كلك سؤال يتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على شان اي اف ام تي في دونك قاعدين نشوفوا في عمليه القرعه قاعدين نشوفوا في عمليه التثبت دونك مع اتصالات تونس الشفافية موجودة في نفس الوقت ما يديها حق حتى حد وي دونك هذوما كلهم المتبارين اللي يلعبوا معنا فيهم باز 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 عنا أصدقاء نحن يلعب يلا راهو كلهم لعبوا بكل تواضع بكل تواضع سي رمزي قداش وصلنا بكل فخر معناتها مش قداش عنده هو الحسابات الكل هذا يقولها لي في الميكرو بربي يقرب لي لك الميكرو عدد المشاركين في مختلف المسابقات اعطيني العب يلا ساعة العب يلا بروحي العب يلا تجاوز 600 ألف مشارك الحمد لله رب العالمين اللهم نعم الحمد لله قداش نحبكم الكل الناس اللي قاعدين تشاركوا العب يلا وصدقوني نقعد نضرب عليكم بالبونيه باش نزيدوا الكادوات وسي رمزي تبع فيا راهو ديما انا نقول له سي رمزي خل نزيد يقول لي هاني معاك يا وليد انزل هاني معاك عملت عام ولا اكثر اكثر عامله الثاني هاي عامله الثاني ان شاء الله دونك المشاركين كل وصلوا معناتها تقول بالحق شايف الكور تجاوز زوز ملايين مشارك الحمد لله مع بارك الله تبارك الله مع اتصالات تونس مع اتصالات تونس معناتها اللي ولا يلعب ولا عنده ثقه انه باش يلعب وباش يربح مجرد كلام هاكا نشارك وكاو نربح وما نربحش هذيك اهم حاجه باش يربح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ما انا ديما نقول لهم راهو مع اتصالات تونس ولا معنا احنا في العاب يلا ولا حتى في مختلف الالعاب اللي موجوده على البلاتفورم نتاع تونسي تيليكوم معناها فما الثقه المتبادله يعني سي امبورطون هذيك اهم حاجه اهم حاجه لا كريديبيليتي يعني انا لعبت ما نحسش اللي انا لعبت وما خديتش فلوسي معناها اوكي فما قانون ظهر لي نتاع تسلم الجائزه على الناس الكل ولكن ما فما حد ما ياخذش الجائزه نتاعو في الدليل القانوني دونك اي صحيح دونك الناس الكل تاخذ الكادوات نتاعهم ماهوش كادوات اي كادوات معتبرين بالكدا بالكدا معناتها 600 دينار رحمه هذايا توا باش نضرب انا بالبوني على جماعه تلعب يلا لازمني انا خويا حويجه هكا باش نحكي معناتها اون اتوندون لا فيريفيكاسيون يربح معايا غانيون المهديه في مسابقه بمسابقات نتاعو اي ضحى ربح معايا جولف سيت ظروف المهديه على الاخر تاعها دونك عمره 60 سنه ربح الجولف سيت
بيعها ب 60 مليون ايش الربح بيعها بيعها ب 60 مليون ايه عاود عرس 60 سنة ايه عاود عرس تبارك الله عليه تبارك الله ما شاء الله عاود حياته خدادة في ملولش المهدي 60 مليون ولا معلم مليون هذا اساسا معناتها يمكن 2016 2017 حتى كان 60 مليون تحسها معناتها بدلت روحيته على الارض وثانيه ولا معناتها حياته تبدلت والله معلم والله حياته تبدلت والله فهم كيفاش يتصرف نحن ياكل مليون ولا حاجه نشوفوه شويه فما عبيد تشوفهم معناتها حاجه كبيره تحل لها برشا مشاكل بيان سور ربح معايا 100 مليون في المسابقه مسابقات قال لي امنيتي نخلص فاتوره الماء ولا الضوء نتاعي 200 دينار كنت ربحت 100 مليون مش مصدق تتذكر سي رمزي تتذكر في قهوه معناتها تصور انت تذكر اللي ربح معنا الكهرباء الثاني اي قلت له وين انت قال لي والله في الدار والمراه باش نمشي لها ناخذ تاكسي اي قلت له قوم البس حوايجك الكل تحيه اليوم المتبارين نتاعنا واللي زابوني نتاعنا الكل تحيه كبيره لهم ذالي تحصلنا على المتباري الثاني هكا ولي تحصلنا عليها عطي عدي لي لايف اي عديني اللايف خلينا نقولوا على السلامه الو الو وي عاصمه عاصمة شنو حوالك مدام؟ لاباس لاباس صحة بخير الحمد لله شنو هي أمورك في الدار؟ والله في الدار اي شكون بحذاك احكي لي شوية شكون بحذاك؟ شكون بحذاك؟ بنتي وأولادها اي بنتك وأولادها اي اي وشكون اخي؟ مرة تونسية رتريتية ركعوا مرأة تونسية وش خير من وش خير من المرأة التونسية مدام أسئلة واجبنا أبي استناني ساعة عندك سؤال معين راه ما تهربش منه الكوجينة شنو أحوالها والله لبس الكوجينة كما العادة دي مفيها عندك كبير خاطر بنتي تخدم برا أنا شادة الكوجينة أنت شادة الكوجينة به عربي ولا سوري الماكلة والله اللي نقدر عليه كل مره كيفاش باهي مدام سلمى انت تعرف علاش كلمناك اليوم ولا ما تعرفش والله ما تعرفش باهي باش نخلي معايا زوز صديقات في الصديقات البرنامج معايا في الاستوديو باش نخلي كل واحده تعطيك كانديس كيف باش تحكي لك حكايه ترى شوف بالك شي يقربوا لك شويه التصويره باش نبداو بمريم عاصمه مدام مريم ساق عاصمه مرحبا بيك مرحبا بك في الميسيون تاعنا ومرحبا بك مع تونزي تيليكوم وحبيت نسالك كانك مغرومه بالفواياجات ولكن سافرت قبل سافرت قبل معناتها امورك واضحه باهي او باش نعدي لك صاحبتي باش نسالك سؤال اخر بوثان باش نسالك سؤال اخر عسلامة مدام اما حبيت نسالك انت اخر فواياج وقتاش عملته 2019 وين مشيت؟ عندي خويا في فرنسا في فرنسا عندك خوك في فرنسا انا ما تخافش من الطياره كيفي انا لا لا جامد انا في بالك نرعش من الطياره انا قوتي في الكوجينه الكوجينه اللي تلازم اذا ما ناكلوش ما نعملش كوجينه ما نعيشوش والله تعجبني اكل عربي والمدافن والدنيا ولا والمقارن حتى سي رمزي توا بدا يجوع تمخميخ تمخميخ باهي مدام سلمى بناتك بحذاك ولا شكون بحذاك؟ بحذاك امك وين؟ امك وين؟ عيط لامك قول لها وين؟ وينهم؟ لمهم لمهم البيك الكل توا جيبهم لي الكل العائله السعيده الكل عند بنتي يبارك وبناتها معك ربي يفضلهم لك الكل باسبورك وينو باسبورك باسبوري في الدار باسبورك في الدار باش نمشي تجيبو باسبورك مازال فيه مازال فيه والله ما نعرف باسبوري اي وينو الباسبور وينو مادابك سافرت 2019 مادابك مازال فيه ها هكا ولا يا مدام سلمى مدام سيدي اخوي مازال فيه الباسبور ولا ان شاء الله منزهني باش نشوف باه شوفوا قول لي اي فيسح 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 كل ما توخر والله اعلم زوج شوفوا مش وافي ولا مش وافي شوف لنا مازال فيه في على غالب وفي 28 او في 9 مش مشكل احنا تبارك الله تحيه لوزاره الداخليه الباسبورات رابيدمون ولاو يتبدلوا ما عندكش مشكله ها اي ونتصور فما توا مدير الاقليم يسمع فيك ورئيس منطقه يسمع فيك وكلهم عيطوا لك يبدلوا لك باسبورك باهي مدام سلمى الله
انت قلت لي اخر فواياج مشيت لفرنسا. اي قالت فما مرة كبيرة نحبها برشا قالت لي يا وليد شبيت شي لك مشيت شي للشيرة الاخرى. والله ما تمشي اني اخذ اني باش نسهل لك باش نسهل لك. تحبش تمشي لقطر؟ لا قطر لا. ما تحبش دبي؟ باه دبي اي دبي. لا لا حتى دبي لا تمشي المطر وقاعده نروح في تونس. يا بنتي هديك راي دبي يا مدام راي دبي يا بنتي راي ولازمك تشوفها راي قطر يا مدام سلمى يا مدام سلمى مدام سلمى يهديك يهديك ركز معاي بناتك بحذيك بنتي بحذيك بنتي قل تركز شوية معاي اسمان اخوي قل تركز معاك انت شاركت في مسابقة متاع اتصال تونس بيها يا مدام سيل مدار فيك مركزة كم على الكوجينة انت والله تعبتني ركز معاي شوية باسبورك بحذيك حذيك يا باسبور بناتك بحذيك بنتي بحري سلم عليها بالبوس قول لها راني باش نمشي لقطر نتفرج في كاس العالم كاس باش نتفرج في زوز ماتشويت في دورة تونس ما نضحي اي ضحي ان شاء الله الناس كل ضحي فيك مبروك عليك مدام سلمى فواياج العمر معناها سفرة العمر القطر سفرة العمر القطر باش نمشي تتفرج في ليكيب ناسيونال باش تتفرج في تونس في زوز ماتشويت وتيل في اي بي مع اتصالات تونس وباش نخلي السي رمزي الكلمه يفسر لك الفواياج ومن بعد تو نتفاهموا انا وياك مدام سلمى مبروك مبروك مدام سلمى دونك ربحت معانا فواياج قيمته 15 مليون القطر باش تفرج في ليكيب ناسيونال في المنتخب مبروك الوطني مبروك وتحضر زوز ماتشوات تفرج في المنتخب الوطني ان شاء الله دونك الرحله في نوفمبر دونك عندك الوقت باش تحضر الباسبور نتاعك دونك الرحله نتاعك في نوفمبر رحله هي معناتها في اي بي معناتها فاخره مش اي رحله تنظمها اتصالات تونس عندك نزل 5 نجوم عندك تنقل من الاوتيل للملعب وعندك كذلك تذاكر الدخول الى المباراه مباراه الدنمارك واستراليا باش تشجع تونس وتشجع المنتخب وان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي وان شاء الله مبروك مره اخرى مدام سلمى مدام سلمى اخوي اش بيك ما فرحتش برشا لا زغرتي لا عملت شيء ربي يفضل لك مدام سلمى ربي يفضل لك مبروك عليك فواياج العمر رحله العمر القطر مع اتصالات تونس تحيه لاتصالات تونس اللي فرحوا ديما التوانسه كما شفتوا مدام سلمى توا فواياج العمر باش تمشي تتفرج في ليكيب ناسيونال نسور قرطاج الله ينورونا في زوز ماتشويت هكا ولا سي رمزي في زوز ماتشويت السيدة الأستاذة ظهر لي تمت عملية سحب بكل شفافية الرقم الأول دونك توا ذا الفائز الأول نتاعنا مدام دونك الفائز الأول سلمى نمشيو نشوفوا الفائز الثاني الفائز الثاني الفائز الثاني سعيد الحظ اللي باش يربح رحلة العمر كما قلت سي وليد صحيت لطالي ان نثبتوا من الرقم سي رمزي هكا ولا دونك نفس القرعة أستاذة هكا ولا في العشرة أرقام اللي تم السحب نتاعهم 10 ارقام اخرين باش نعاودوا 10 ارقام اخرين ذاك دونك الليست هذيك سايي دونك توا الاستاذه قداش نعمل اكتواليزاسيون من مره قداش مره نعمل تحيين القائمه الثانيه هذه اي قداش مره نعمل تحيين دوروا معناتها مره كهو داكورد دونك عملنا سحب ثاني السحب الاولاني هذا اختارنا منه دونك توا باش نختاروا دونك خلينا نعاودوا بربي الساده المستمعين والمشاهدين دونك اخترنا 10 ارقام اخترنا منهم رقم مدام سلمى اللي هي فازت برحله العمر للقطر دونك توا باش نختاروا 10 ارقام اخرين ال 10 ارقام اخرين باش يكون ما بيناتهم الفائز الثاني بالرحلة العمر دونك سي رمزي قاعد يقوم بعملية التثبت على السريع على السريع اونلاين فيسا باش نثبتوا في الهوية نتاع الرقم الأول اللي طلعنا في دونك سحبنا سي رمزي العشرة أرقام هكا سحبنا العشرة أرقام مباشرة قدام الأستاذة دونك ثبتنا تو من الرقم الأول
دونك قاعدين نثبتوا في الهواء نتاع الرقم الاول. طيب. الرقم الاول اللي هو من 10 ارقام زاد كيف كيف بطبيعة. تم السحب نتاعو هكا ولي. سينو اذا كان واضحه على الشاشه هذو كانوا الاخرين في اي دونك اذا كان الرقم هذا ما جاوبناش في ثلاثه محاولات متتاليه يتم المرور مباشره للرقم اللي بالترتيب. دونك دره فريق الاعداد لكم اكسلون بارك الله عليك تمتعت سعيد ولد الدار يحصل على الكتيب استاسيون وي به السيده المعده لك الكلمه بشوف لنا شكون طعم ثلاثه محاولات للمتباري اللي تم الاختيار نتاعو في القرعه من العشرة ارقام اللي اخترناهم تمينا في فيريفيكاسيون وتنجم نتصلوا بيه داكور به قاعدين دونك حالات معدوده وكا هو دونك قاعدين نقوموا بعمليه التثبت نتاع الرقم دونك نعاود نذكر انت زاده كنت تحب تربح صحيح دونك عرفاتي سلا تونس ومتابعي اذاعه يافان دونك ولا مشاهدي تو اذاعه يافان لانها الراديو ديجيتال نيميرو 1 في تونس الحمد لله. دونك تنجم انت زاده بريبونس واحد معناتها اجابه واحده تربح فواياج قيمته 15000 دينار وتمشي مع المنتخب وتحضر زوز مباريات في في قطر في قطر دونك اتوال 4-4-2 سهلة هيك معناها كيما التكتيك نتاع الكرة اتوال 4-4-2 اتوال 1 دياس اتوال 4-4-2 اتوال 1 دياس اتوال 4-4-2 اتوال 1 دياس هو الكود اللي يوصلك للفواياج يوصلك الرحلة العمر مع اتصالات تونس القطر باش تتفرج في نسور قرطاج ان شاء الله منورينا نسور قرطاج ان شاء الله ينورونا في هالزوز ماتشوات دونك ماتش الدنمارك وماتش استراليا المجموعة الأولى ستة الأوائل الستة الثانيين دونك باش يحضروا ماتش فرنسا استراليا وفرنسا استراليا وفرنسا دونك ديما زوز ماتشوات ديما زوز ماتشوات دونك الستة الفايزين الأولانيين كيما قال سي رمزي باش يتفرجوا في ماتش استراليا وماتش الدنمارك ستة فايزين ثانيين باش يتفرجوا في ماتش استراليا وماتش فرنسا ان شاء الله وجوههم يكونوا مبروكين على نسور قرطاج وان شاء الله يا ربي مربوحه وان شاء الله ديما فرحانين مع اتصالات تونس شعار كما قلت لكم بدينا بيه وشعار باش نواصلوا بيه طيله المواسم اتوال 600 اتوال 1 دياس هذاك العبيله واتوال 442 اتوال 1 دياس هو الكود اللي يوصلك رحله العمر دونك سي رمزي وصلنا في الفيريفيكاسيون قاعدين تم التثبت من الهويه قاعدين دونك دره قاعده تتصل بالرقم الرقم ماذا بينا دره كان نسمعوا لايف بربي حط لنا لايف سيد المخرج نحب الثلاثة اتصالات يكونوا في اللايف سيد المخرج حط لنا ثلاثة اتصالات في اللايف معناها ثلاثة محاولات ماذا بينا نسمعوهم لايف دونك درة كان معاك المتباري ما نعرفش معانا اي حط لايف سيد المخرج حطوا لايف ماذا بينا نسمعوا ماذا بينا نسمعوا التليفون سيد المخرج تحصلت عليه تحصل ديريكتومون به عدي لي مال الخط عدي لي الخط سيد المعدة يعيشك سيد المعدة عدي لي الخط سيد المعدة اي عدي لي الخط سيد مخرج الو عاصمة مرحبا يعيشك شكون معنا شيماء شيماء الخط هذا اللي كنتي ولا تاعك الخط ولا مش باسم مراد باسم سي مراد في بالي هكا ولا هاي مراد بابا هكا والد والدك وين الوالد لا الولد مش وحدي حاليا به نجمو نكملوا مع مدام مدام عايشين مع بعضكم مدام شايمة مدام شايمة ايوه عايشين مع بعضكم؟ اي مع بعضنا دونك الوالد بحذاك؟ نعم الوالد بحذاك معناه؟ لا انا مش بحذايا هو تو اي تو مش بحذاك ما عايشين مع بعضكم فرد دار هاي تريبيا به انت تعرف علاش طلبنيك ولا لا ما تعرفش علاش طلبنيك به الوالد مغروم بالكره هاي مغروم ملا فرح بعد ما ربحت سي اس اس معي في بالك الكوب كان بحذنا تو في افهم مع الزميل ايمن زروق اريد كيفاش لا يعني. شيماء شبيك مغش انت الساعه لا انا راه ما كانش نخنبطل اي يا تضحك يا خنبطل
خاطر ما تعرفش انا علاش طالبك. ماله؟ ايوا علاش طالبني؟ ها واش نحكي لك تو انا تو علاش طالبك؟ خاطر خرافه خرافه كامله. مادام سي مورا سي مورا اي اذاعه اذاعه اذاعه. يا شيماء انت مغرومه أيوة. بالكوره ولا؟ نعم مغرومه بالكوره ولا ليه انت؟ لا والله مانيش مغرومه صراحه. ماكش مغرومه بس سي مراد يحب السفر ولا ما يحبش السفر؟ يحب السفر سي مراد ولا ايه؟ هو اكيد اكيد به. مدام شيماء سي مراد ابارامون مش ابارامون سور شارك معنا في مسابقه تبع فيا شيماء ولا؟ والله يا شيماء حاس روحي باش نرقد يا شيماء. والله يا شيماء معناها شنو هذا التصفير؟ وين قاعد يا شيماء؟ يا شيماء اذاعه رانا لايف يا شيماء. اي انا معك انا معك نسمع فيك. باهي الوالد شارك في مسابقه. اي وحس الترينو اللي بحذاك هذايا بعد عليه. باهي ابعد على الراديو اسمعني كلمه التليفون شيماء عايشك. الوالد شارك في مسابقة اسمها هاو جايين مع اتصالات تونس على البلاتفورم تاع اتصالات تونس. المسابقة هذية اسمه خرج في القرعة. في بالكش ربح ولا في بالكش؟ لا والله لا في بالي منك نسمع. لي تو كيفاش معناها نربحوا هي ولا هو؟ ما مش تقولي انت ساعة. اي انا ما دابك مغشى مانيش نقول لك انا ماك تعرفني. انا والله العظيم كي نعرف تو ما عادش نقول شيء. وابعد على التصفير اللي شيء يحكي. ابعد على الراديو كي نغاديو بحذاها تبعد عليه. يا شيماء راني طوبت مانيش متغشى راني طوبت كنت في الكهرباء ياك علاش توصل تبدا. ريت كيفاش دونك انت تو في الكهرباء. اي والله راني توصل تبدا. باهي سي مراد باش يجي بحذاك للدار بعد شويه؟ اي بعد شويه. باهي نحبك تقول سكر الراديو بربي شيء ما اسمعني كان من تليفونك. انا اصلا مش حال الراديو. مش حال الراديو. به سي مراد كي يجي بحذاك من بعد تمشي تاخذ باسبورو؟ ناخذ تليفونو ايه؟ لا باسبورو باسبورو باسبورو. باسبورو ايه؟ تاخذ باسبورو. عنده باسبور ولا ما عندوش باسبور؟ لا هو بابا ما عندوش باسبور. امين عندي. انت عندك تنجم تمشي انت مال انت حاب تسافر؟ والله وين والله كل ما والله العظيم يا شيماء كل ماك ماكش باش تضحك انا لاني باش نقول وين ماشي. نقعد للصباح انا تو يا انا يا انا يا انت مش نتغشى انا تونس كامله تسمع فينا عليه هك عليه مش نتغشى انا صحانه زاد ها صحي ما عاد تسرعه تو نزلي نفرح بارامون. بارامون صارت صحيت صحيت زيد افرح اعطيني دوغري اكثر نتاع فرحه. مادام انت تحب انت تمشي مش سي مراد هكا ولا مادام انت عندك باسبور انا اللي نحكم تو انا اللي باش نقول دونك انا لازمك تبدا فرحانه على الاخر ولازم دوب ما نكمل انا شنو نقول انت لازمك تزغرط تو انا وياك نعم زغرط لا محاله ولا لا 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 لا, لا دبر راسك غني عيط اعمل اي رياكسيون خاطر انا توا معناها ما صحي توا انا باش نقول انت شربحت لازمني لازمك تضحك وتزغرط بين عيط نجم انا زغري توا انا قلت تقول علاش باهي مالا باسبورك مازال فيه فاليديتي هكا ولا اي نعم اخر فواياج وين مشيت اخر فواياج عملت حتى فواياج مالوريزمون جمله سا تومب بيان حاجه باهيه وقيت مالا جا في وقته ريت اتصالات تونس ريت اتصالات تونس اللي ما تحبش تضحك لنا انت تو احنا ريقنا شايح ملمومين استاذ وعادل منفذ ومدير من التليكوم والدنيا مقلوبه وكرونيكوزات وراديو واذاعات وعالم يسمع وانت ما تحبش تضحك لنا مقبلا نتشحت في ضحكه من عندك صحيت والله ما نخليك تضحك من هنا من هنا لنسافر صحيت لنسافر والله ما تقعد تضحك لنسافر على ما شيحت لي ريقي يا شيماء والله ما نشكي بك عند سي مراد شيماء انت عمرك ما سافرت وعلى ذاك احنا سميناها فواياج العمر سميناها رحله العمر مع اتصالات تونس يا عيني اتصالات تونس اليوم اختارتك انت باش تفرحك ما قلت عمري ما سافرت دونك تا وحياتك كل باش تقول اول فواياج عملته مع اتصالات تونس مبروك عليك شيماء فواياج العمر
قطر باش تمشي تتفرج في زوز ماتشوات زوز ماتشوات ليكيب ناسيونال باش تمشي لقطر في اي بي ها بترونسبير في اي بي سورتو لك 5 اتوال مع اتصالات تونس ان شاء الله ديما فرحانين يا شايمة وان شاء الله صحيت ان شاء الله تقعد تضحك يا شايمة يا شايمة ان شاء الله تقعد تضحك يا شايمة يا زغرت استنى شايمة مش هي المخرج يزغرت عنده ساعة المخرج ولا يزغرت شايمة باش نخلي لك خليك مع سي رمزي دونك ممثل اتصالات تونس باش يفسر لك الرحلة وبعد باش ترجع لي ما زدت حاجتي بيك شايمة ان شاء الله مبروك ساعة عايشك ان شاء الله ديما نكونوا سبب في ادخال الفرحة والبهجة على جميع حرفاء تونس وان شاء الله معناتها نكونوا معناتها فرحناك معناتها بالمفاجأة هذه وبالرحلة هذه فواياج العمر كما قال السي وليد اللي إلي قطر باش تحضر مع نسور قرطاج في معناتها في زوز مواجهات في زوز ماتشوات دنمارك واستراليا دونك باش تربح معناتها رحله هي تو تانكلي معناتها رحله في اي بي فاخره تشمل ان معناتها الاوتيل وتشمل الذهاب تشمل التنقل ما بين الاوتيل والملعب وتشمل كذلك تذاكر الطائره الى جانب معناتها تذاكر الدخول الى مقابلتين كما قلت لك نتاع دنمارك واستراليا هاكا في اي بي فرحناك وان شاء الله ديما نكونوا في المستوى وان شاء الله ديما تحيه لاهل صفاقس الكل وانا تماما من صفاقس تحيه لاهلنا كل وان شاء الله تقعد تضحك نقعد نضحك اي انا الاستاذه باش توضح كلمه اي استاذه اقرب لي لك الميكرو اقرب لي الميكرو استاذه مدام شيماء عسلامه معاك الاستاذه اسلام بنت المنبه المشرف على عمليه القرعه بنحب نوضح لك اللي نورمالمون بالقانون الفائز هو يكون والدك اما هو ينجم يعمل لك تنازل على الرحله ووقتها انت تنجم تسافر معناها دوب ما يروح بالقانون راهو بوك هو الفائز راهو نعطيك انا الحل دوب ما يروح عمك مراد تعمل له فايم تعمل له فايم باهي وتحط كويس التاي تدلو وما تبداش تحكي له من الاول تحطه يا بابا يا بنين وتبوسها من راسه اوكي هذاك الدنيا هذيك الكل فهمت ماني عطاو انا علمتك الضحك تو باش نعملك باش تلعب للفوايا بتقول له بابا بجرب تو ايش ماشي تعمل رحله وكذا طيار وماشي جاي وما عندكش باسبور وما قعد تخرج باسبور وكذا تمشي غاديك تو نصور لك شويه سيلفيات ستوريات كذا ذلك دعوة خير ان شاء الله في عمره ان شاء الله في حاجه عايشك عايشك يا ربي عايشك تعمل هكاك وتقعد تضحك والله يا شيماء والله نهار اللي باش نعطيوك الكادو جاي يعني لازم راك تضحك غلبت عليا شيماء سلام شيماء سلام مبروك فواياج العمر سلمنا على سي مراد وعلى اهالينا الكل في ولايه صفاقس ميرسي بوكو شيماء ان شاء الله مبروك سي رمزي ميرسي بوكو نورتني اليوم كالعاده كادواتك انت كبابا نويل جيب جيب بالخير معك ان شاء الله ديما فرحوا امين يا رب ان شاء الله فرحوا حرفاء اتصالات تونس والتوانسه الكل بصفه عامه وان شاء الله دونك من حسن ولا احسن وان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني في الرحله العالميه ان شاء الله في مباراه ميرسي بوكو رمزي تحيه كبيره ليك استاذه العظيمه ميرسي بوكو نورتني اليوم بوجودك مريم ساقه ميرسي بوكو بثانه حربي ميرسي بوكو عاطف الاخراج زهره دوره في الاعداد فريق اكليكتيك الكل تحيه كبيره ليكم ميرسي بوكو على المجهود الطيب اللي قاعدين تعملوا فيه واتصالات تونس كل اف ام تي في و ام سفيان وايمان تحيه كبيره ليكم دالي بايو ميرسي بوكو على المجهود العظيم اللي قاعد تقدم فيه معنا تعبناك اليوم من بريمونت وكذا ومن مغادي تحيه كبيره لكم الناس اللي تابعوا فينا الكل اتصالات تونس ما تخلي حد يروح ما تغش الناس كل تروح في كادواتها بفواياجاتها بكرهبها بفلوسها تحيه كبيره لكم مازلنا مواصلين معاكم احنا غدوه في نفس التوقيت العب يا ليتوال 600 ايتوال واحد دياس هو الكود اللي يوصلك للكهرباء ولل 600 دينار ليلتكم زينه باي باي